مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حديقة الحيوان. مثل ما عودناكم كل يوم راح يكون عندنا حيوان نتكلم عنه. حيواننا لهذا اليوم مهم جدا، خلينا نشوف هذا التقرير وراجع لكم. رجعنا لكم أصدقائي من بعد التقرير. مثل ما شفتوا ويانا اليوم حيواننا هو النيس أو الشيهم، وفي بعض الدول يسمى بالدعلج وخاصة في العراق، وهو نوع من أنواع القوارض، بالإضافة لأنه ثاني أكبر نوع من القوارض في العالم من بعد خنزير الماء. أصدقائي، مثل ما شفتوا يانا اليوم الدعلج. الدعلج عنده مواصفات مهمة جدا، وأبرزها أنه يشبه القنفذ من خلال الأشواك التي تكون على جسده، فهي تساعده على الدفاع عن نفسه أثناء مواجهات الحيوانات المفترسة، بالإضافة لأن لونه يكون أما رمادي أو بني، ونادرا ما يكون باللون الأبيض، وكذلك يكون شكله مدور وبطيء الحركة، يعني كسول جدا. أصدقائي، للدعلج موطن أساسي وهو الأمريكيتين وآسيا وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى أن طوله يكون من 60 إلى 90 سنتيمتر، أما وزنه فيكون من 60 إلى 50 كيلوغرام، أما طول ذيله فيكون من 20 إلى 25 سنتيمتر. أصدقائي، الدعلج هو من الحيوانات التي تتناول الأعشاب والنباتات الصغيرة والنباتات الخضراء، وكذلك يطلق عليه نوع من أنواع الروامس. شنو الروامس؟ الروامس هي الحيوانات التي تستيقظ ليلا وتنام صباحا، يعني فوق ما هو كسول ما يقعد الصبح. أصدقائي، لهنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا واستمتعتوا ويانا. انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج حديقة الحيوان، مع السلامة.